تعاون الناس، انت ناشط مدني وتطلع بالشارع وتوزعون مساعد، تعامل الناس مع حضرة تجوال الناس مطبقة حضرة تجوال القبائل، انه تعاون العالم بقدر وعيها. ابحثوا عن الفقراء، اليوم هي فرصة. منحة وزارة الهجرة لتقديم مساعدة لذوي الدخل المحدود، طبعا الأمر جاري على قدم ساق العمل بهذا الاتجاه. أزمة تطول، يعني احتمال ممكن نأخذ حضرة تجوال وخاصة مدة حضرة تجوال. اليوم وش راح تتعاملون مع الأزمة في حال أصحاب الدخل المحدود اليوم أكو طبقة معدومة وطبقة بلا رواتب؟ كل الدول الآن متقدمة بالصحة، جهزت كل إمكانياتها، ركزت على هذا الأمر. إلا إحنا دولتنا ليش إحنا المواطن ناشد الدولة؟ ليش الدولة ما هي تبحث عن المواطن؟